حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخره، والانبياء اخوه لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد، وقال ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم